السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزتي الطالبة. At the same page, which is 55, look into exercise number 4. مطلوب منك listen and label the speakers with their sports. هتسمعي وتجاوبي. أنا مش عايزاكي تسمعي وتجاوبي على القصة اللي موجودة في الريكوردر. أنا عايزاكي تقرأي التعليمات وتشوفي الأسئلة. مثلا حوار between A and B. What kinds of sport do you do? I often, مثلا, أنا غالبا بعمل كذا. I فراغ a lot. I sometimes كذا كذا. فحتشوفي أنت الرياضة اللي بتناسبك أو اللي بتحبيها وتجاوبي على السؤال. And do you do everything else, anything else? بتعملي حاجة تانية طيب. فحتقولي I مثلا play football too. I play basketball too. I play volleyball too. تمام؟ يعطيكم ألف عافية.